كوكونات ماكرونز من أشهر الحلويات الإيطالية، سويتها بطريقة صحية بدون استخدام حليب مكثف محلى وبدون جوز الهند المحلى، وطلعت تجنن وتتعلج. بكاسة خليت بيض 4 بيضات وخفقتها 5 دقائق لحد ما صارت رغوة كثيفة. خليت لها خاشوقة فانيلا ورشة بسيطة من الملح، وضفت لها خاشوقتين من زيت جوز الهند مموتة بالمايكروويف. حطيت 1/2 كوب من العسل وخفقت كل المكونات سوا. بعدين ضفت 4 أكواب من جوز الهند المطحون خفيف وقلبتهم، وآخر شي ضفت 1/3 كوب من طحين اللوز يخلي العجينة متماسكة. وباستخدام سكوب الآيس كريم سويت أشكالهم، وممكن تكوروها بالإيد ماكو مشكلة. وحبيت أضيف لها شوية بندق، شويتها بالفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 335 فهرنهايت، وآخر دقيقتين فتحت الشواية لفوق، وورا ما بردت تمام غمستها بنستلة داكنة موعتها بالمايكروويف. وبس بالعافية.